برعاية فخامة الأخ المشير الركن عبد رب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد العالي للقوات المسلحة، دشنت قوات الأمن الخاصة بقيادة القائد اللواء الركن فضل عبد الله باعش قائد قوات الأمن الخاصة لإقليم عدن اللحج أبيان الضالع المرحلة التدريبية الأولى للعام التدريبي الجديد 2018 الميلاد لسرايا رمزية من منتسبي قوات الأمن الخاص بحضور معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري ولعدد من القيادات الأمنية والعسكرية في وزارة الداخلية. إليكم تسجيلا لهذا التدشين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. برعاية المناضل المشير الركن عبد رب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبحضور مشرف من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري، تدشن قوات الأمن الخاصة لمحافظات عدن لحج أبين الضالع بقيادة اللواء الركن فضل عبد الله باعش قائد قوات الأمن الخاصة تدشين المرحلة التدريبية الأولى بعرض عسكري مهيب واستعراض الآليات العسكرية ووسائل النقل والخدمات في صباح هذا اليوم السبت السادس من يناير 2018. الحاضرون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة الحضور الكرام، الإخوة الحضور الكرام، جميعا كل باسمه وصفته أحييكم أجمل تحية، وأسمح نيابة عنكم أيها الجنود الأبطال أن أحيي فارسا من فرسان ميادين الشرف والعزة والكرامة، فارس يتواجد بيننا ويتشرف اليوم تدشينا هذا العرض العسكري المهيب. يتشرف هذا الضيف العزيز علينا، إنه المناضل الشجاع معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري الذي كانت له البصمات في الذود والدفاع عن هذه المدينة الباسلة مع كوكبة من رفاقه الأبطال الميامين حتى تحقق النصر وتم دحر ميليشيات الحوثية الانقلابية. اليوم قوات الأمن الخاصة لمحافظات عدن ولحج أبين والضالع تتشرف وتجدد العهد والوفاء من هذا المعسكر، تجدد العهد والوفاء إلى فخامة المشير عبد رب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتبدأ مرحلتها الأولى في التدريب للعام 2018. نحييكم أيها الأبطال، يا أبطال وزارة الداخلية، يا من تحملون أرواحكم على أكفكم دفاعاً عن الوطن، يا من أفشلتم المشروع المجوسي الفارسي الإيراني وانتصرت إرادة الشعب، إننا في مرحلة وطن يتسع للجميع، يمن الاتحادي، يمن الأقاليم الذي تتقسم فيه الثروة بالعدالة، الذي يرسم لوحة لوطن يتسع للجميع بعيدا عن المركزية. ولهذا نقول اليمن يا نار والع، نار تحرق كل طامع ما يحقق مطمعه، موطني ما أروعه. أمس قدمنا طلائع، أمس سطرنا روائع، كم وكم من موقعة، موطني ما أروعه. جيشنا هو حر شاقع، جيش يتحدى المواقع في المعارك مشقعه، موطني ما اروعه. والذي في الوهم قابع بكره بيعض الاصابع، والندم لن ينفعه، موطني ما اروعه. خير بدايه القران الكريم، ننصت خاشعين الى تلاوه مباركه عاطره من كتاب احكم الله اياته
للمقرئ لطفي محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. أيها الأبطال الأشاوس، يا جنود وزارة الداخلية، يا من يعول عليكم في تثبيت الأمن والاستقرار، يا من ترسمون اليوم في هذا العرض العسكري المهيب وسترسمون لوحة الوطن، الوطن الذي قدمنا من أجل انتصاره كوكب من الشهداء والمناضلين الشرفاء الذين رووا بدمائهم ساحة الحرية، ولا زالت المعركة مستمرة، وقد سيعرف الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. سنظل نحفر في الجدار، أما فتحنا ثقرة للنور أو متنا على وجه الجدار، الصمت عار والخوف عار، من نحن؟ نحن عشاق النهار. الآن إلى كلمة القائد اللواء الركن فضل عبد الله باعش الذي يبذل مجهودا كبيرا في هذا اللواء ليلقي كلمة ترحيبية بهذه المناسبة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. بمناسبة تدريب المرحلة الأولى من العام التدريبي 2018 تنفيذا لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس المشير عبد الرب منصور هادي، وبرعاية معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري، والأخ نائب وزير الداخلية والأخوة الوكلاء والكل الحاضرين، تقام اليوم في معسكر قيادة قوات الأمن الخاصة تدشين المرحلة الأولى من العام التدريبي 2018 بسرايا رمزية لوحدات قوات الأمن الخاصة. هذه القوة التي تعمل تحت توجيهات ولي الأمر المشير عبد الرب منصور هادي حفظه الله ورعاه، هذه القوة بإذن الله تعالى ستنفذ كل المهام الموكلة لها من فخامة الأخ الرئيس وقيادة وزارة الداخلية ممثلة بالمهندس أحمد بن أحمد الميسري. قوة تكون لحماية وكرامة المواطن، لحماية الشعب، لحفاظ على مكتسبات الدولة. هذه القوة إن شاء الله ومن هذا المعسكر ستبدأ عجلة التدريب وستنطلق وتبدأ إن شاء الله مرحلة أمن واستقرار. ونرحب ترحيبا عاليا بالأخ نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر الأخشع، ونرحب بالأخوة وكلاء وزارة الداخلية وبكل القادة وبكل من حضر هذا التدشين ترحيبا عاليا. وأشكر الأخوة في قيادة وزارة الداخلية نائب الأخ الوزير والوكلاء على ما بذلوه وساعدونا حتى وصلت هذه القوة يعني إلى مستوى
عالية من التدريب، وإن شاء الله تعالى إن الجهود يعني تبذل، وكل الأخوة سيقومون يعني إلى جانبنا في بناء هذه المؤسسة الأمنية التي هي تعتبر الذراع الأيمن لوزارة الداخلية، وهي القوة شديدة الباس في ميادين القتال وميادين التدريب. نحن إن شاء الله نعاهد الله والوطن وفخامة الأخ الرئيس أن هذه القوة ستضرب من حديد لكل من سوى له نفسه المساس بأمن واستقرار، وشرعية الأخ الرئيس ستضرب بيد من حديد لكل من سوى له نفسه العبث بالوطن. هذه القوة ستمشي على عهد دماء الشهداء، وستحافظ على ممتلكات كل الشعب، وبإذن الله تعالى هذه القوة ستظل صمام أمان وتثبيت أمن واستقرار في كل ربوع الوطن، وتنفذ التوجيهات حيثما أمرت به. نعهد العهد ونجدد الوفاء للمشير فخامة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي حفظه الله ورعاه، وتحية للأخ معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد بن أحمد الميسري، والأخ نائب وزير الداخلية والأخوة الوكلاء والكل الحاضرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن نستمع إلى قصيدة شعرية للشاعر علي عبد الله اليزيدي، فليتفضل. قصيدة تحت عنوان دروس الحزم. هل كنا نعفو بسذاجة أم أننا لا نعي الدرس؟ أجنادك بدأت تتلاشى، بنهارك لن تشرق شمس، هبت عاصفة تتجلى تمحو ما تملك بالأمس. عاصفة الحزم لها صولة، عاصفة الحزم تعطيك الدرس، دمرت الأخضر واليابس وكذلك دمرت النفس، دمرت بلادي بغرورك تتبع خطوات الهمس. يوحي لك شيطان أخرس موصول أصلا بالفرس، يوحي لك تدمير الأمة بقواعد وفنون الغنص، لكننا لن نخضع أبدا لجحافل وذيول الفرس، ظهر أشبال يحموها وأسود لا تعرف يأس، سندمر وكر الشيطان. سلمان تعهد بالأمس، سلمان تعهد بالأمس، ملك العرب لنا فخر، سلمان يعطيك الدرس. شكرا. أيها الإخوة، يا أبطال وزارة الداخلية، إننا نجدها فرصة في هذه المناسبة أن نرفع أسمى آيات التهاني نيابة عنكم وعن وزارة الداخلية إلى فخامة المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونجدد له العهد والوفاء. كما نحيي الدور العروبي المشرف الذي قامت به قوات التحالف، وفي المقدمة منها مملكة الحزم، المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ودولة الإمارات العربية المتحدة وكل الأشقاء العرب. ونقول إن المعركة مستمرة، وإن الميليشيات تتهاوى، وإن الجيش الوطني والمقاومة يحقق انتصارات في جميع الجبهات. اليوم صنعاء محاصرة بجيشنا الوطني، يجب أن نفتخر ونعتز أنه أصبح لدينا جيش وطني قوي يقود المعارك في عقر دار الميليشيا الانقلابية صاحبة المشروع الفارسي الإيراني. الآن إلى كلمة لمعالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري في هذه المناسبة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأخ العزيز نائب وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر لخشع، الإخوة وكلاء وزارة الداخلية، الإخوة الضباط، القيادات الحاضرون جميعا، الإخوة الجنود والصف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بالخير والمسرات. يشرفني اليوم في بداية أيام استلامي لمهام عملي كوزيرا للداخلية أن أحضر معكم تدشين الدورة التدريبية من خلال استعراض لنماذج من القوات الخاصة، وهذا الاحتفال
يأتي لثمرة جهود سابقة أشرف عليها طيب الذكر الفريق الركن حسين محمد عرب الذي قاد وزارة الداخلية في ظروف بالغة التعقيد، وأوصل الوزارة إلى بر الأمان من خلال ما نلاحظه اليوم. استعراض اليوم هو يأتي لجهود سابقة بذلت في هذا المعسكر وفي إدارة وزارة الداخلية وفي مختلف القطاعات التابعة لوزارة الداخلية، وأنه لشرف كبير أن أكون معكم اليوم في هذا الاستعراض وهذا التجمع العسكري النموذجي. ومن خلالكم أود أن أوجه بعض الرسائل لتكون باكورة العمل لوزارة الداخلية للعام الجديد 2018. نعتزم بإذن الله تعالى أن يكون العام 2018 عام النظام والقانون. الدولة لا تقوم في أي مكان إلا بأجهزة الأمن. لا يمكن أن يأتي الاستثمار إلا بالاستقرار. لا يمكن للمواطن أن يشعر بالسكينة إلا بوجود أمن قوي. لا يمكن أن نسمي أن في عدن دولة أو حكومة إلا بوجود وزارة الداخلية. ولا يمكن أن ندعي أن هناك وزارة للداخلية إلا بوجود أذرع وزارة الداخلية التي تقوم بالضبط والربط والحفاظ على السكينة العامة والأخذ على يد الخارجين عن القانون والحفاظ على ممتلكات المواطنين والحفاظ على ممتلكات الدولة وتطبيق النظام والقانون تحت النيابة العامة وتحت إشراف القضاء. صحيح إن عدن لم تنعم بعد بالأمن المراد، سنتين ونصف اقتربنا من 3 سنوات وعدن لا زالت تحتاج إلى أداء أمني متميز. نحن عاقدين العزم بإذن الله تعالى بكم أيها الإخوة الأعزاء أن نؤدي دور وزارة الداخلية التي يعلق المواطنون عليها آمال كثيرة. يجب أن يكون أداء وزارة الداخلية ووحداتها المختلفة أداء وطني، وتشكيلاتها يجب أن تكون تشكيلات وطنية، لأن التشكيلات القروية والمناطقية لن تؤدي بنا حتى إلى أول الطريق، ستعيدنا إلى الخلف. البناء الوطني وحده ووحده الذي نستطيع به أن نسير إلى الأمام، الذي نستطيع به أن تؤدي وزارة الداخلية دورها الذي أنيط بها بموجب الدستور والقانون. توجيهات فخامة الأخ الرئيس القائد عبد الرب منصور هادي حفظه الله واضحة وضوح الشمس في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وعلى أن تؤدي وزارة الداخلية دورها التي حدده الدستور والقانون، الدستور النافذ وليس دستور الأوهام. نحن هنا جئنا إلى هذه المدينة لنكمل ما بدأه من سبقنا، ولكن بخطى حثيثة وبشكل قوي وفاعل. مبدأ الثواب والعقاب سيكون هو العنوان لوزارة الداخلية. القوات الخاصة هي العصا الغليظة التي سنضعها على رأس كل الخارجين عن القانون. سنضرب بها المارقين، سنضرب بها الإرهابيين، وسنضرب بها المتنمرين على القيادة الشرعية أيا كان لونهم أو منطقتهم أو مركزهم القيادي. لا أحد كبير فوق القانون. القانون سينفذ على الجميع. نحن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل عاصفة الحزم التي رفع رايتها الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، هذه الراية التي التف حولها العرب
لأول مرة في التاريخ الحديث التفوا للدفاع عن عروبة اليمن وعن عقيدة أهل اليمن، وقدموا في سبيل ذلك الدم وقدموا المال، ولا زالوا إلى هذه اللحظة يقدمون الدم والمال في سبيل استكمال ما بدأته عاصفة الحزم لإنجاز المهام الموكلة إليها، وهي القضاء على المشروع الفارسي المجوسي الإيراني، المشروع الخبيث الذي ينال من العقيدة ولا يبتغي الحكم فقط، ولكن النيل من عقيدتنا، العقيدة التي حافظ عليها آباؤنا وأجدادنا آلاف السنين، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نفرط فيها نحن. وهذا ما كان لعدن الباسلة دورا رائدا، وكانت الشوكة في خاصرة الحوثيين، وهي التي قلبت الطاولة، ومن هنا بدأت الانتصارات، ومن هنا من عدن بدأت الانتصارات وتسير تباعا خطوة بخطوة، وهي اليوم القوات المسلحة اليمنية والمقاومة الشعبية على تخوم صنعاء وعلى تخوم الحديدة، وقاب قوسين أو أدنى من استكمال تحرير محافظة تعز، وفي دمث وفي البيضاء وفي صرواح وفي كل مكان، حتى المقاومة الداخلية في بعض المحافظات بدأت تقوم بواجبها. نحن نعرف أن كثير من إخواننا في المحافظات الشمالية ما زالوا تحت حراب الحوثيين، ونحن نعذرهم، ولكن ما عليهم إلا الانتظار والصبر والثبات، وإن القوات المسلحة قادمة إليهم مع المقاومة الشعبية، إخوتهم وأشقائهم وأهلهم قادمين إليهم، وطيران التحالف يجول في السماء لحماية تقدم خطوات القوات اليمنية على تخوم صنعاء والمدن الأخرى التي لا زالت تحت حراب الحوثيين. نحن في هذا المقام وفي كل مقام عسكري وفي كل احتفال يجب أن لا ننسى الدور العظيم الذي قامت به المملكة العربية السعودية وعاصفة الحزم، والدور الرائد والمتميز الرديف التي قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي لها في عدن بصمات طيبة في التحرير، والذي نحن من هنا نزف لهم الشكر ونبارك لهم بالعام الميلادي الجديد، ونقول بإذن الله تعالى أن يكون هذا العام عام النجاز، عام الإنجاز والقضاء على الحوثيين، وننتقل إلى عام البناء. نحن شركاء في الإعمار، شركاء في إعادة هيبة الأمن، مثل ما كنا وما زلنا شركاء في التحرير، شركاء في الحرب، شركاء في قتال الحوثيين، شركاء في السعي للقضاء على المشروع الإيراني الفارسي. فنحن شركاء مع أشقائنا في التحالف في البناء والتنمية. الدولة، مؤسسات الدولة لن يتم العمل في وزارة الداخلية إلا من خلالها. نحن لا نعرف إلا طريق واحد، وهو طريق مؤسسات الدولة الرسمية. أي مؤسسات موازية لا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد. الدولة معالمها واضحة ومؤسساتها واضحة، ونطالب الأشقاء في التحالف أن يكون الدعم أن يصب في إطار أوعية الدولة الرسمية، وأن تسأل الدولة من شركائها أين ذهب هذا الدعم. أن يأتي دعم خارج أوعية الدولة ستكون مؤسسات الدولة غير معنية بالإجابة على مصير هذا الدعم وعلى نتائجه. نحن نؤكد على شراكتنا مع الأشقاء في التحالف، ولن نفرط في هذه الشراكة ولن نتركها على الإطلاق، ونحن سنكون جنبا إلى جنب معهم في كل الخطوات التي يخطونها. دورهم مقدر ودورهم عظيم ومحفوظ في أعناقنا، وسننقله إلى أبنائنا وإلى الأجيال من بعدنا، لأن هذا تاريخ ويجب أن يسطر بكل أمانة. هذا اليوم الذي ندشن فيه النخبة من القوات الخاصة، ستستمر وزارة الداخلية لتثبيت الأمن والاستقرار. المواطن شريك، من اليوم يجب أن تعاد الثقة بين المواطن وبين
الأجهزة الأمنية المختلفة. المواطن شريك أساسي في الأمن، المواطن شريك في الأداء الأمني اليومي. نحن لا نستطيع أن نقوم بحماية كل منزل مواطن بعسكري. الدولة هي هيبة، وآن الأوان أن نفرض هيبة الدولة. ولن تفرض هيبة الدولة ووزارة الداخلية إلا بأناس أمثالكم، إلا بشباب أمثالكم ينفذون النظام والقانون، ويردعون الخارجين عن القانون، ويحمون المواطنين الضعفاء، ويحمون أراضي الناس وممتلكاتهم، ويحمون مؤسسات الدولة، ويخضعون للنظام والقانون تحت قيادة النيابة العامة وأجهزة القضاء. نحن أداة من أدوات الدولة، أداة ضبط، أداة ربط، أداة تنفيذ. نحن جهات رسمية منضبطة ملتصقة بالمواطن في حياته اليومية. نحن نعول عليكم كثيرا، وأبشركم سيكون هذا العام عام حافلا، وسنثابر إلى جانبكم في أن نرتقي بأداء وزارة الداخلية إلى المستوى الذي يطمح إليه المواطن ويعول عليه المواطن. نحن ليست لدينا أجندة سياسية. وزارة الداخلية ودهاليزها ممنوع تناول فيها العمل السياسي. وزارة الداخلية مؤسسة عسكرية تنفذ الأوامر وتثبت السكينة العامة. من أراد أن يتناول في السياسة أقول هذا الكلام وأنا رجل سياسي، لكن عندما توضع قدمي في وزارة الداخلية لن أمارس إلا العمل العسكري الانضباطي. خارج إطار وزارة الداخلية بإمكان أي أحد أن يمارس العمل السياسي. نحن ليس لنا علاقة بالسياسة ولا التجاذبات السياسية ولا بحروب الفيسبوك والتواصل الاجتماعي. تكون آذاننا صماء لهذه التجاذبات الرخيصة للناس الذين لا يوجد لديهم عمل سوى السعي لتفتيت الوحدة الوطنية والتقاط الشائعات من القمامات القذرة لنقلها إلى مسامع وإلى أعين المتابعين في آلة التواصل الاجتماعي الحديثة. نحن لن نستمع أصلا لمثل هذه التجاذبات التي من شأنها فقط إيجاد الضغينة وبث الفرقة بين أوساط المجتمع. نحن أداة عسكرية منضبطة تؤدي مهامها على أكمل وجه، لا تعرف إلا أرقام في القانون، لا أسماء، لا كبير في القانون. الجميع يجب أن يخضع لسيادة النظام والقانون، هذا هو الحل الوحيد للاستقرار. أما أن يسقط القانون على الضعفاء وعلى الكبار لا يسقط القانون في أي دولة. إذا سرق ضعيفهم أقاموا عليه الحد. يجب أن لا يتم مثل هذا الكلام، ولنا في رسول الله أسوة حسنة. أكرر مرة أخرى نقل تحيات فخامة الأخ الرئيس القائد حفظه الله عبد ربه منصور هادي، وتحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لمعالي وزير الداخلية الذي وضع النقاط على الحروف وحدد مهام وزارة الداخلية في المرحلة القادمة. الآن يتفضل قائد العرض للاستئذان ببدء العرض. بمناسبه تشكيل المرحله الاولى للعام التدريبي الجديد 2018، سرايا رمزيه من قوات الامن الخاصه جهاز الاستعراض، استاذن بالعرض وقدم البريد. لازم اول قائد العرض قل وتعير تستعد للمرور في الاستعراض. الفاصل فارغ طلاب السلاح عليك الخطوات، تحرك الأمان، الأمان، در، خطوة المحتالة ترتيب أمان، في هذه اللحظات يبدأ العرض العسكري المهيب لأحداث من قوات الأمن الخاصة، تنفذ بيده من حديد. الإجراءات تمر وهي تؤدي التحية من أمام المنصة، تؤدي التحية لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وإلى نائب وزير الداخلية مكافحة الإرهاب.
تضرب بيد من حديد وبقلب لا يعرف الشفقة في الرحمة. كل من تسول نفسه كل من تسول له نفسه المساس بأمن هذا الوطن والنيل من مكتسباته. إنهم جيش الوطني أيها الأقوياء يا حملة المشروع الفارس الإيراني قصبا عظما بدم الشهداء. لم تمروا بمشروعكم هيهات لكم أن تنجح هذه الخطع برازة. ها هي إيران اليوم، إيران اليوم تتهاون تحت قبضة الشعب الإيراني. واهو الشعب الإيراني يقول يا من زرعتم الأحقاد في الوطن العربي في الدول العربية بميليشيات الحقد والكراهية، ميليشيات العظم، ميليشيات الخيانة والتآمر. هذه هي اليد الطولى لوزارة الداخلية. هؤلاء هم صناديد الرجال، هؤلاء هم من يحملون أرواحهم على أكفهم دفاعا عن الوطن القاني. إنه اليمن الاتحادي الذي رسم ملامحه المناضل المشير الركن عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. قسما عظما بدم الشهداء، إنها عدن، عدن التي فشل فيها المشروع المدوس الإيراني، عدن التي خرج منها هذا الهزيمة، عدن التي طاردتهم بأبنائه الشرفاء وقدمت كوكبا من خيرة أبنائها في سيرة والمعلى والشيخ عثمان وكريتر الطواهي في النصر وفي دار سعد وقناهم دروس لم يتلقوها من قبل. لقد علمناهم معنى الدفاع عن الوطن ومعنى التضحية. إنها الفرقة الثانية تدخل سريع، والفرقة الثالثة خاصة، والفرقة الرابعة الصاعدة، والفرقة الخامسة الصاعدة. إنهم أبطال القوات الخاصة لأحداث رمزية من القوات الخاصة، رعاية رمزية لقوات الأمن الخاصة. تمر الآن من أمام المنصة وهي تؤدي التحية، تؤدي التحية لقيادة وزارة الداخلية. من يفكر بالتطاول سوف يخسر في النزال. اليمن برق ورعد اليمن ريح السماء. اسأل الأفراس عنا وجيوش البرتقال، اسأل حتى الإمامة والجنود الاحتلال. إنه اليمن الاتحادي، إنه وإن المخلصين. تحية لكم يا أبطال القوات الخاصة. إنها الفرقة الخامسة الصاعدة، إنها سرايا رمزية من الفرقة الخامسة الصاعدة، والفرقة السادسة الصاعدة، والفرقة السابعة الصاعدة. تحياكم وباقات الورود ونسحبها بآيات الخلود إلى من بالدماء أرسوا الصمود، إلى عبود رمز التضحيات ومجرم ذلك الشهم العروب. تحية لكم يا من ستثبتون الامن والاستقرار. يا ايها العيون الساهرة، انكم عيون هذا الوطن الساهرة. فتحية لكم من اعماق قلوبنا، تحية لكم ايها الابطال. والان الاليات العسكرية تمر من امام المنصة وتؤدي التحية لقيادة وزارة الداخلية. إنها سرايا رمزية من قوات الأمن الخاصة. تحية لقيادة هذا اللواء، أو تحية لقيادة هذه القوات، قوات عدن ولعب وأبيض والضالع التي يقودها المناظم اللواء الركن فضل داعش قائد القوات الخاصة. تحية لكم وعلى كل الجهود التي تبذلونها من أجل أن تؤكدوا للقاسي والتالي أنكم علم حديد وبقلب لا يعرف الشفقة والرحمة. كل من تسول له نفسه المساس بمنجزات ومكتسبات هذا الوطن. وقد سيعرف الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
باب الزمان تحت الساعة الأخيرة اندفعت جموعنا كثيرة كثيرة تهز معجزاتها في روعة المسيرة وجلجلت ثورتنا تهيب بالأبطال الزحف يا رجال الزحف يا رجال الزحف والنضال وكلنا حرية نحن للقتال. هذه القوات التي تمر الآن من أمام المنصة هو القوات التي قلنا وكررنا وعول عليها في تكثيف الأمن والاستقرار والنصر لليمن الاتحادي الجديد. وطن يتسع للجميع، وطن يتسع للجميع، يمن الاتحادي من أقاليم كل أقليم يحكم نفسه بنفسه تتوزع فيه الثروة بالعدالة. إنه الوطن الذي رسم طريقه المشير الوطن عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. إنهم يمرون من أمام المنصة من أمام المهندس أحمد بن أحمد الموسري نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية واللواء علي ناصر لخشع نائب وزير الداخلية واللواء ومن داعش قائد القوات الخاصة. الآن لحظات النقل تمر من أمام المنصة. هذه هي وحدات رمزية من النقل التابعة للقوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية. الآن إلى الفقرة الأولى من هذا العلم وهي فرقة التيكاندو. إنهم يردون حركات أكثر من رائعة، حركات الدفاع عن النفس. تحية لهؤلاء الأبطال أبطال التيكواندو من وحدات رمزية من قوات الأمن الخاصة. تحية لكم أيها الأبطال، وهذه الحركات البطولية الرائعة التي يقدمها هؤلاء الأبطال والتي هي جزء من المهارات القتالية التي تعلموها في هذا المعسكر. الآن أبطال القرباز يستعدون الآن لرسم لوحة رياضية رائعة استعراضية قتالية في هذا العرض العسكري المهيب الذي تقيمه قوات الأمن الخاصة التابعة لوزارة الداخلية. هذه هي الوحدات الرسمية لأبطال القرباز وبهذه الحركات القتالية وبهذه الألعاب التي تدربوا فيها في هذا المعسكر معسكر الثورات التابع لقوات الأمن الخاص. مهاراتهم القتالية يجسدون من خلالها وعملاتنا البطولية في هذا الوطن، وهم فخرة السلطة التي تتحكم عليها كل الجسائد التي تحاك ضد هذا الوطن. مهارات القتالية الآن تؤدى من قبل هؤلاء الأبطال الميامين الشرفاء الذين يفدون بأرواحهم وبدمائهم الطاهرة تحية تراب هذا الوطن الغالي اليمن، اليمن الاتحادي الجديد الذين يصدرونه اليوم بأرفع أرواح
وأروع لوحات القتال والإداء والتضحية. وللمؤامرات والدسائس تتخطط، وهيهات هيهات أن تنسح تلك الدسائس. تسجيلات رائعة من أبطال الجنبات للسرايا الرمزية من قوات الأمن الخاص، تدربوا تدريبا عالا وبروح معنوية قتالية، ويجب علينا جميعا أن نقضي على هذه النبتة الخبيثة واقتلاعها من جذورها من هذا الوطن، وطن الحرية والكرامة. هي صمام أمان حماية هذا الوطن. هذه تلك الشرية الآن تتقدم وتمر بأمام المنصة وتتجمع مشرفة قتالية لدحر عدو اليمن، وهم الإرهاب الذي يشكل خطرا حقيقيا على الوطن، ليس على الوطن اليمني فحسب، إنما على العالم العربي والعالم أجمع. الإرهاب لا دين له ولا وطن. هؤلاء هم حماية الشخصيات المهمة
مكافحة الإرهاب. هذه صورة حية لوطائع مكافحة الإرهاب والقضاء على الإرهابيين الذين يتشددون والقائمون بزعزعة الأمن والاستقرار. هيهات أن تمر هذه المشاريع الفاشلة والدخيلة على هذا المجتمع قسما عظما بدم الشهداء. إنه لن ينتصر لا المشروع الإرهابي ولا المشروع الإيراني. هذا وطن وطن قد تبنى من أجلك كوكبة مضيئة من الشهداء والمناضلين. قوموا للأقبياء من يحملون المشروع الإيراني. لقد فشل الأكواك هنا وفشل البرتغاليين وفشل الإنجليز واندحرت الإمامة. ماذا أنتم صارعون؟ ماذا تحملون؟ أنكم تحملون المرض والتخلف. هيهات أن ينتصر هذا المشروع قسما عظما بدم الشهداء. لا نجيب إلا هذه اللقطة، لقطة الرصاص، لقطة السلاح. هذه اللقطة التي تفهموها وسنتعامل من اليوم صاعدا معكم بها. إنكم لا تفهمون إلا الوجه الآخر لوزارة الداخلية ولوزارة الدفاع. هذا الوجه الذي سنتعامل معكم به من الآن صاعدا. إنه وطن الشرفاء، وطن المخلصين. وفي هذه اللحظات يتم القضاء على أحد الإرهابيين في لوحة استعراضية بديعة قدمها أبطال من قوات الأمن الخاصة التابعة لوزارة الداخلية. تحية لكم. إنها لوحة قتالية رائعة. إنهم لا يفهمون إلا هذه اللقطة. سنخاطبهم بهذه اللقطة. اليوم السيف أصدق أنباء من الكتب. هذا كلام مضى في سالف الحقب. اليوم تصدق بازوكا. في هذه اللحظات قوات الأمن الخاصة ترفع صورة المشير الركن عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وقائد قوات الأمن الخاصة. وإلى أن نلقاكم في مناسبة وطنية لكم منا أطيب تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبافتتاح المرحلة الأولى تدشين المرحلة الأولى التدريبية للعام التدريبي الجديد 2018 لقوات الأمن الخاص لإقليم عدن لحق أبين الضالع اليوم الذي يتم هذا التدشين. وعن أهمية هذا التدشين لكافة الوحدات العسكرية والأمنية معنا اللواء الركن علي ناصر لخشع نائب وزير الداخلية. بداية مرحبا بك عبر قناة عدن الفضائية. أهلا وسهلا بكم. إذا ما تحدثنا حول هذا التدشين، ما الذي يمثله من أهمية التدشين لكافة الوحدات العسكرية والأمنية، وما هي الدلالة التي تدل ذلك التدشين من أهمية عظمى؟ طبعا هذا البرنامج التدشيني هو يأتي في إطار الخطة العامة لوزارة الداخلية التي تهدف إلى رفع الجاهزية المؤسسية للقوى الأمنية في مختلف التخصصات الأمنية. وهو أيضا يأتي تحسبا لأي تحديات أمنية مستقبلية يعني ممكن نواجهها أثناء قيامنا بمهامنا الأمنية. القوات الخاصة بالنسبة لنا هي الدرع القوي لمحاربة الجريمة الكبرى فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وأيضا فيما يتعلق بالجرائم الخطرة جدا. من هنا أحيي يعني القائد القوات وأحيي القادة كلهم جميعا بهذه المناسبة. أحيي الضباط والأفراد على هذا الروح الطيبة، على هذا العمل الجيد الذي يقدمونه اليوم. إن دل على شيء ما يدل على أننا تقدمنا خطوات كبيرة جدا مقارنة مع الأعوام الماضية. أتمنى لهم التوفيق والنجاح في مهامهم. أتمنى لكم أيضا التوفيق والنجاح. شكرا لكم. وما زلنا وياكم مع هذه اللقاءات الميدانية. ومعنا اللواء الركن فضل عبد الله باعش قائد قوات الأمن الخاص لإقليم عدن لحق أبين الضالع. بداية مرحبا بكم عبر قناة عدن الفضائية. وما نحن في هذه المرحلة حقيقة المرحلة الأولى تدشينها للقوات الأمن الخاصة للتدريب، ما أهمية هذا التدشين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بقناة عدن بنزولها إلى معسكر قيادة قوات الأمن الخاصة، وذلك بمناسبة تدشين المرحلة الأولى من العام التدريبي 2018
بسرايا رمزية من قيادة قوات الأمن الخاصة في ظل توقيات فخامة الأخ الرئيس المشير عبد الرب منصور هادي لتثبيت الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة، وبرعاية معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية تم التدشين اليوم في قيادة قوات الأمن الخاصة، وإن شاء الله بداية مرحلة جديدة، بداية مرحلة عام تدريبي جديد سنبذل يعني فيه كل عام النصر إن شاء الله بإذن الله تعالى، نبذل فيه كل المجهود لبناء مؤسسة أمنية قادرة على تنفيذ أي مهام وتوجيهات تسند لها من قيادة وزارة الداخلية لتنفيذ أي أعمال سواء في محافظة عدن أو بقية المحافظات. إن شاء الله توفقون في كل الجهود التي تبذل في قوات الأمن الخاصة، وذلك لتثبيت الأمن والاستقرار والانتصار لهذا الوطن. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. معنا العميد عبد القوي باعش، مدير عام التوجيه المعنوي للعلاقات العامة في وزارة الداخلية. بداية مرحبا بكم عبر قناة عدن الفضائية، وإذا ما تحدثنا حول أهمية هذا التدشين لكافة الوحدات الأمنية والعسكرية، ونحن اليوم تدشنون هنا في معسكر الصلبان المرحلة الأولى التدريبية للعام التدريبي الجديد 2018 قوات الأمن الخاصة لإقليم عدن لحق أبين الضالع، ما أهمية هذا التدشين بالنسبة لجميع المنتسبية القوات الأمنية؟ أولا صباح الخير ونرحب بكم. أهمية هذا التدشين هي رسالة لهذه الميليشيات ومن يدعمها أننا موجودون وجاهزون لردعها في كل مكان وفي كل منطقة، ونحن قادمون لتحرير العاصمة إن شاء الله ودحر هذه الميليشيات إلى 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 غير رجعة. عام النصر إن شاء الله، وعام تدريب وعام تدريبي وتدشين لمرحلة جديدة من البناء ومن القوة ومن المجد ومن النصر إلى النصر إن شاء الله. نطمح إليه إن شاء الله، وبكم أنتم الصخرة الصلبة التي تتحطم عليها كل الدسائس والمؤامرات التي تحاك لهذا الوطن الغالي، فأنتم الدرع الحصين لهذا الوطن، وأنتم حامي حما هذا الوطن، ونصركم الله ونصر الله الوطن نصرا مؤزرا إن شاء الله. شكرا لكم، ومن نصر لا نصر إن شاء الله، ونحن نعاهد فخامة الأخ الرئيس والقيادة السياسية وكل أفراد الأمن والجيش الوطني أننا حماة للوطن فقط. شكرا لكم. ولا هو لله والوطن. شكرا لكم. شكرا لكم.